بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. دائما مع الدوال الأصلية في هذا الفيديو الرابع. اليوم راح نشوف الدوال الأصلية والعمليات على الدوال. كنا المرة اللي جازت الفيديو اللي قبله شفنا الدوال الأصلية لدوال مألوفة ودرنا جدول. اليوم الدوال الأصلية والعملية على الدوال نقسمه إلى أجزاء، لأنه راح يكون فيها نعمروا الجدول ونزيدوا نعطيكم أمثلة ونزيدوا نحلوا بعض التمارين، يعني نوجدوا الدالة أو الدوال الأصلية لبعض العبارات. كنا المرة اللي جازت عمرنا واحدة الطابلو، كنا عمرنا هذا الجدول تاع الدوال الأصلية لدوال مألوفة. ماذا بكم زيدوا حاجة من تحت نسيتها بليطو، مشي نسيتها أنا ما درتهاش، تاع لا طونجونت هذه، لأنه كان عندنا تمرين هنا راح نخدمه به تاع لا طونجونت. عندنا مثلا واحد زائد هذه الأخرى كامل، واحد زائد طونجونت كاري إكس تساوي واحد كوسينوس كاري إكس. يعني مادام وجدت عليها تمارين في البرنامج تاعكم إذا عاود درتها. معناها الدالة أو الدوال الأصلية تاعها هي طونجونت إكس، يعني يا إما يحطوا لك العبارة كيما هاك يا إما كيما هذه، واحدة من زوج. دوك نشوف في واحد التمرين راح نحلوه. إذا ها هما الدوال الأصلية تاعها. الدوال الأصلية هي طونجونت إكس عادي، يعني طونجونت إكس هذه كي نديرو لها الإشتقاق تاعها وين نطيحو نطيحو في اللحن، هذا مكان. المهم المجال هو من ناقص بي على 2 زائد كا بي حتى البي على 2 زائد كا بي، حيث كا تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة. صح، ننتقل اليوم إلى الجدول الثاني تاعنا، وهو الدوال الأصلية والعملية على الدوال، ونعمروه حبة بحبة ونديرو نعطيكم أمثلة. ماذا بكم وجدوا قلم ومسودة باش نخدم. عندنا اي دالة قابلة للاشتقاق على مجال اي، دائما كما الطابلو اللي جاز عندنا من الدالة على فونكسيون اي، ومن الدوالة الأصلية في الوسط لي بريميتيف، ومن لي كونديسيون سور اي اي اي، يعني شروط على الدالة و اي. زيد كتبها انت بالعربية إذا حبيت، يعني المجال اي. نبدأ بالأولى وهي اي فتحة اي، اي فتحة هذه واش معناتها؟ معناتها بريميتيف. ثاني حاجة باش تفهموا البريميتيف هي الانتيغرال، هي التكامل تاع اي فتحة اي، راح نديروه يساوي لهنا. ها واش نقصدو به؟ يعني الدالة الأصلية واش هي؟ الدالة الأصلية هي التكامل تاع هذه، أي الانتيغرال تاع هذه اللي راح نقراوه فيما بعد إن شاء الله. إذا هناك تكون عندك هذا النوع، يعني تولي نصف اي مربع زائد سي. ما عندنا حتى شرط في هذه، ما كان حتى شرط. فوالا، دونك نعطيكم مثال خفيف ظريف. هذه ما عندناش امثله بزاف، لانه اللي يطيح فيها الامثله، يعني اللي يطيح فيها بزاف الاسئله هي اللي راهي جايه من بعدها، هي اللي تدي حصة الأسد على ذيك. راح نديرو عندها اليوم، نحبسو عندها، نديرو ثمان عبارات نديرو لهم الدالة أو الدوال الأصلية تاعهم. فيما هذه عندنا مثلا نقول لك، عندي مثلا نقول لك اف دو إكس تساوي واحد على إكس ألان إكس. ألان إكس صح، يعني هنا من الشروط انه لازم، يعني هنا لازم الداله تكون على الشكل هذا، مشتقه الداله اي، المشتقه اي فتحه في اي لازم تكون كيما هكا. لو جينا مثلا نضع، وضعنا مثلا اي دو اكس تساوي الان اكس صح، المشتقه تاع اي دو اكس اي اي فتحه لي اكس مشتقه تاع الان مش هي الداله مقلوب طريب، يعني معناتها الدالة تاعي راهي مكتوبة على الشكل اف دو اكس تساوي اي فتحة دو اكس مضروبة في اي دو اكس، معناتها راهي كيما هنا كيف كيف. اذا كي يطيحوا لك في هذا التمارين تاع الدوال الاصلية، يطيحوا لك عبارات ما همش على الشكل هذا، انت تسقم هذيك العبارة ترجعها
على الشكل هذا. صح، هذه واش تعطينا؟ تولي لنا المشتقة أي الدالة الأصلية أو الدوالة الأصلية تاعها هي f دو x تساوي نصف ألان، يعني نصف u مربع ألان x مربع زائد s. عادي جدا. هم مثلا نعطاولك هنايا وين كاين الواحد، هذه راهي سهله، يعني مديتها انا سهله، انا مديت المثال. ها نعطاولك مثلا 3 على اكس تا واش دير انت؟ الداله هذه اكتبها على الشكل هذا، اف دو اكس تساوي 3 في 1 على اكس ان اكس. هذا مكان هنا واش تخرج لك؟ هذه هنا تخرج لك ولا صبر ما ديرش 3، دير أربعة باش تجمع تسقم، باش ندير واش راني حاب هكا، 4 قلنا تخرج لك 4. يعني الدالة الأصلية واش تكون؟ الدالة الأصلية راح تكون f دو اكس تساوي 4 في 4 تبقى في النصف ألان اكس مربع زائد السي. الأربعة تروح مع الاثناني، واش تبقى لي اثناني هنا. صح، معناتها الدالة الأصلية تساوي ماذا؟ تساوي اثناني ألان اكس مربع زائد السي. تذكر هذا مكان. ننتقلوا للخطوة الثانية واللي راح نحبسوا عندها اليوم، يعني راح نمد فيها تمارين كبيرة إن شاء الله بإذن الله، واللي هي U فتحة، أيوة راهي U فتحة U أس أن. هنا أعزائي الطلبة عندي شرطين بالنسبة لي الآن، لأنه كاين كيفاش نقولوا حالتين نغلقوا من هذا هكا. عندي حالتين وأنا طميتهم في وحدة، يعني حطيتهم في وحدة. يعني عندي الحالة الأولى وين تكون آن تنتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية الغير معدومة، يعني آن نجم. صح، والحالة الثانية وين تكون آن تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة ما عدا الناقص واحد، ما عدا الناقص واحد. لا دركم نشوفوا على هذاك الناقص واحد. صح، إذن هنا كيفاش الدوال الأصلية تاعها هي 1 على آن زائد الواحد في U أس آن زائد الواحد، ولا تصيب U أس آن زائد الواحد على آن زائد واحد عادي جدا، زائد السي. ما عندي حتى شروط. واش نديرو؟ نوريكم عبارة الأولى، العبارة الثانية نخرجوا الدالة الأصلية تاعها، واللي راهم جايين الأخرين أنتم ما اشتهتوا ونعطيكم. معناتها راح نكمل، نبدأ بالبسيط ونكملوا بالأسية وبالآلان، وشايفين ونبعد لكم فيديوهات سبيسيال للمعمقة الأسية والآلان. إلى نبدأ بالمثال الأول، لازم الدالة تاعي تكون على هذا الشكل، U فتحة في U أس أن، يعني أس أن مضروبة فيها المشتقة تاعها ناتي كلار. صح، هنا واش ندير؟ شوفوا الخطوات المتبعة، نضع U دو X تساوي X مربع ناقص واحد، معناه أن المشتقة تاعها U فتحة لـ X واش تساوي؟ تساوي 2X. حب يقول أن هذا أي تكافئ أن الدالة f دو x لازم تكون أو راهي مكتوبة على الشكل u فتحة ل x في u أس 3 ل x. هكا راهي مكتوبة الدالة. صح، إذن عندي شروط، ها هي u فتحة ل x هي المشتقة تاع U دو X، ويعني راي عندي المشتقة هاي وراهي مضروبة في U دو X مكعب،
إذن هنا يعني راهي مكتوبة كيما راهي الفوق عادي جد، إذن ما عندي حتى إشكال. إذن الدال أو الدالة الأصلية تساوي واحد، ذو كي نبدأ ندير في الدالة الأصلية نشوف غير هذه برك، هذه خليها ما عندي من ندير بها ذلك سيبو عادي جدا. واحد على ان زائد واحد، ان هي ثلاثة زائد الواحد في U اللي هي إكس مربع ناقص الواحد أس ثلاثة زائد الواحد زائد السي، معنتها F لغران X لغران F لX إتيقال أتولينا إكس مربع ناقص الواحد أس أربعة على أربعة زائد السي تكور هذا مك صح. نزيد واحدة أخرى، أمحينا الصبورة، F دو X تساوي ثلاثة X ناقص الواحد أس أربعة. انتبه كيما درت لكم مرة اللي جازت هنا لا كيفاش يقولوا لازم ان نكتبوها على الشكل اي فتحه في اي اس ان. واش نجي ندير؟ نضع اي دو اكس تساوي ثلاثة اكس ناقص الواحد، معناه ان المشتقة تاعها اي فتحه لاكس تساوي ثلاثة طريبية تساوي ثلاثة. دونك هنا بون سيت ما درتش المجالات المرة اللي فاتت ار وهذه ثاني اي يساوي ار لانه يعطيكم في التمرين المجال صح. دونك انا هنا كيفاش نحصر هذا ثلاثة هنا ورا هذه باش تولي لي على الشكل هذا اللي هنا كيفاش ندير؟ هذا هو المشكل كيفاش نحصرها. اذن لازم لي يعني هنا شو كيف يعني هذه لازم لي اف دو اكس تكون اف عفواً f دو x تساوي u فتحة لx في u أس أي u دو x أس أربعة هك. وكيفاش نكتبها هذيك f دو x؟ f دو x تساوي واحد على ثلاثة في ثلاثة، يعني نعطيت لك الحالة وين ما كاش درك هنا المرة اللي جازت المثال اللي جاز كانت كاينة اثنين إكس كانت باينة، هنا مكاش هذيك الثلاثة مكاش اللي هنا المشتقة تاعها، لازم نغير الشكل تاع العبارة، ثلاثة في ثلاثة إكس ناقص الواحد أس أربعة هكذا. كي تعاود تضرب هذو في بعضهم بعض واش يولو؟ يولو واحد، يولو واحد ولا ما يولوش؟ يولو واحد. إذا نخرج لي هنايا واش خرج لي؟ خرج لي هذا عدد يبقى يتبع بومتبع هذه المشتقة. دوك انا كي نروح نخدم الدالة الأصلية نخدم بهذه فقط، هذه فقط يعني الدالة الأصلية ندي هذا العدد اللي هو بالأحمر ونخدم هذه، هذا خلاص خطاني الشيء. المهم بينت لهم باللي هاي كيفاه كيفاه للأستاذ المصحح صح. إذن الدالة الأصلية f دو x تساوي واحد على ثلاثة هذاك يبقى بمتبع في ماذا؟ في ثلاثة إكس ناقص الواحد أس ربعة زائد الواحد معناتها أس خمسة على أربعة زائد الواحد على خمسة زائد السي طريبيا. يحب يقول تساوي ثلاثة إكس ناقص الواحد أس خمسة على ثلاثة في الخمسة خمسة عشر زائد السي. هاك في البكالوريا درت النتيجة تاعك وكذا ومانيش عارف كيفاش تعرف روحك باللي راك صحيح ولا لا؟ لا سيدي هاني خدمت السؤال تاعي لأنه في البكالوريا يجي السؤال هذا الدالة الأصلية ومن بعد نحلو بكالوريا إن شاء الله، نخير غير وين كان الدالة الأصلية نجبدها نحلو البكالوريا. جي السؤال الدالة الأصلية ومن بعد يجي يعني عليه نص نقطة
ويجي السؤال الدوزية، يعني سؤال فيه سؤالين، دوزية على المساحة أي التكامل عليه نص نقطة، يعني هذا الأصلية كامل عليها نص نقطة صح. وكيفاش ندير نتحقق باللي يودي راني صحيح ولا لا؟ لا كي نديروا الاشتقاق تاع هذه وين نطيحوا؟ نطيحوا في هذه صح. درك واش درنا؟ درنا ها شوف هذه درنا لها تكامل، درنا لها التكامل طحنا في هذه. درك هذه كي نديروا لها هاك ها نديروا لها الاشتقاق وين نطيحوا؟ نطيحوا في هذه صح. دوك نجي نتحقق، كيفاش نتحقق؟ كي نتحقق في البكالوريا يعني درت النتيجه تاعي بغيت نشوف الداله الاصليه جبتها صحيحه ولا لا، لا نجي ندير الاشتقاق تاع هذه في المسوده اف دو اكس تساوي صح. اشتقاق تاع هذه درك هذه المشتقة تاعها واش هي؟ انا نعطيك لانسيت راني هنا المشتقة تاع U أس ان هي تساوي ان في المشتقة تاع U في ان لا لا عفوا في U أس ان ناقص واحد. اشفع لي هذه صح. معناتها ان اللي هي انا نشتق في هذه ان هي خمسة صح، حط هذيك 15 هنا تحت خمسة في اي فتحة اي فتحة يعني ثلاثة اكس المشتقة تاعها هي ثلاثة في ثلاثة في اي يعني ثلاثة اكس ناقص الواحد اس ان ناقص واحد يعني خمسة ناقص واحد اربعة طريبي خمسة في ثلاثة خمستاش تروح مع الخمستاش هذه واش تعطينا؟ تعطينا ثلاثة إكس ناقص واحد أس أربعة معناتها تعطينا أف دو إكس. وروح متهني باللي ذيك النقطة راي في الجيب واحد ما يديها لكش صح. ذرك هاي لك عبارة أف دو إكس زايد اثنان أس ثلاثة على خمسة مجال التعريف هو R. انت واش دير؟ دير الحل تاعك دير بوز دير الحل تاعك وتحقق. اذا تحققت وتصحح ما كان لا تضيع وقتك معايا فوت العباره ثانيه خلاص. اذا واش نديرو هنا؟ نضع U دو اكس تساوي اكس زائد الاثنان، هذا معناه ان U فتحه لاكس تساوي الواحد طريبي. يحب يقول اللي هنا واش ندير؟ ندير كيما المرة اللي جازت. يحب يقول اف دو اكس نكتبها على الشكل كيفاش يقولوا، لانه هذا الخمسة راهي مجينيتني هذه، انا هنا نخرجها تولي واحد على خمسة تولي واحد على خمسة في اكس زائد الاثنان أس ثلاثة، ونخدم كيما درت مع المثال اللي قبل هذا، نخدم كيما هو عادي جدا. برك هنا عندي المشتقة هي واحد، دونك ما عنديش إشكال، ما عندي حتى إشكال. حب يقول هنا الدالة الأصلية واش تساوي؟ تساوي واحد على خمسة، هذا كيبقى يتبع، ومن بعد نخدم هذه نخدمها نورمال، يعني واحد على ثلاثة زائد الواحد في إكس زائد الاثنان أس ثلاثة زائد الواحد زائد السي. يحب يقول تساوي واحد على الخمسة في واحد على الأربعة في إكس زائد الاثنان أس أربعة زائد السي، معناتها تساوي إكس زائد الاثنان قوة أربعة خمسة في الربعة عشرين زائد السي. هاي سي بون. نجي نتحقق، حبيت نتحقق، كي نتحقق واش ندير؟ نجي نشتق هذه، معناتها اف فتحة لإكس تساوي كيما درت قبيلة الان في
في اي فتحة يعني في الواحد في المشتقة اللي هي واحد في اكس زائد الاثنان اس ان ناقص الواحد على العشرين هذيك بالطبع هكا معناتها تساوي الربعة في اكس زائد الاثنان اس ثلاثة على العشرين صح على العشرين نختصر هذا الربعة مع العشرين تبقى هنا خمسة إيه حب يقول تساوي إكس زائد الاثنان أس ثلاثة على الخمسة أي تساوي إف دو إكس إذن راني صحيح 100% والحمد لله هاي العبارة هذه نزيد مع هذه صحة يعني هذه الرابعة إف دو إكس تساوي أسيت إكس في أسيت إكس زائد واحد مربع اجتهدوا فيها وارجعوا لإخبار نجي نضع عفوا نضع U de x, U de x يساوي أسية x زائد الواحد معناه U فتحة لx تساوي يعني المشتقة تاع أسية x زائد واحد هي أسية x صح يحب يقول هذا يكافئ أنه f de x هي مكتوبة على الشكل U فتحة لx في أسية إكس مربع صح في أسية إكس مربع إذن الدالة الأصلية إف دو إكس تساوي صح نذكر واش نخدمو على هذه فقط نخدمو على هذه تساوي واحد على اثنان زائد الواحد في أسية إكس زائد الواحد أس اثنان زائد الواحد وزائد هنا السي صح لأنهم دوال أصلية المهم تولي لنا f دو x تساوي أسية عفوا أسية x زائد الواحد أس ثلاثة على ثلاثة زائد s أتحقق سيدي f فتحة لx تساوي عندنا ان اللي هي ثلاثة بون دير هذيك ثلاثة هكا عندنا ان اللي هي ثلاثة عفوا ثلاثة في المشتقة اللي هي أسية إكس في أسية إكس زائد الواحد أس ثلاثة ناقص الواحد المهم تساوي الثلاثة تروح مع ثلاثة تعطينا أسية إكس في أسية X زائد الواحد مربع ومنه تساوي F دو X معناتها رانا صحاح 100% الحمد لله المثال التالي F دو X تساوي واحد دالة X دالة مقلوب في ألان X هذا درناه في الأول كامل معناها هذا المثال مديتكم في تاع إي فتحة إي احنا واش نديروه نديروه لهنا مربع باش نردوه في اللي رانا نخدمه فيها اي فتحة اي ان صح المجال التعريف هو باين للزوج ينطبق عليهم مجال التعريف لانه عندنا الالان انا واش ندير نجي نضع نفس الشيء كيما الاخرى نضع اي دو اكس تساوي الان اكس معناه اي فتحة لاكس تساوي واحد على اكس صح هنا f دو x كيفاش تكتب f دو x تكتب على الشكل u فتحة لx في u دو x مربع u دو x مربع هكا صح إذن الدالة الأصلية f دو x تساوي واحد إذن درك واش نخدمو على هذه فقط واحد على اثنان زائد واحد في ألان x أس اثنان زائد الواحد زائد السي معناتها تساوي ألان إكس أس ثلاثة على ثلاثة عادي كون نجو نتحقو دايما نتحقو أف فتحة لإكس تساوي يعني آن اللي هي ثلاثة فالمشتقة تاع ألان إكس اللي هي الدالة مقلوب في ألان إكس ألان إكس أس أن زائد واحد أي ثلاثة زائد واحد وعلى الثلاثة هذيك
راحت ثلاثة مع ثلاثة، إذن واش تساوي لنا؟ تساوي لنا واحد على إكس في ألان إكس أس ثلاثة، أس ثلاثة ناقص واحد، ناقص واحد يعني تولي لنا هنا مربع ومن تساوي أف دو إكس. لاحظوا هاني طيت لك نعطيك خارج الدالة الأصلية ونعطيك التحقق تاعك ورحمة هاني، بل الحل تاعنا صحيح 100% الحمد لله. نزيدوا وحدة أف دو إكس، يعني خيرتكم أمثلة ما يتشاهد تاع الآلام فيه الأسية، هذا المرة فيه الدوال المثلاثية، ثلاثة كوسينوس إكس في سينوس كاري إكس، عندنا المجال إي هو R صح يساوي R. ورا هنا نفس الشيء، نضع هنا ورا هي الدالة، نضع إي دو إكس ورا هي إي دو إكس هي سينوس إد إكس تساوي سينوس إكس. ولا وعندنا معناه أن المشتقة تاع سينوس إكس هي الكوسينوس إكس. طيب يعني حد الآن رانا متفاهمين، ما تخلعك لا الآلان لا الأسية لا المثلاثية. هذه واش معناتها؟ معناتها أف دو إكس هذا يكافي أن أف دو إكس تساوي عندي ثلاثة في الكوسينوس إكس، هذه اللي هي المشتقة، هذه المشتقة معناتها عندي ثلاثة في بي فتحة لإكس، والدالة تاعي راهي مربع، ها مضروبة في اي مربع لإكس، يعني اي دو إكس مربع صح. إذا الدالة الأصلية تاعي اف دو إكس تساوي ذيك الثلاثة تبقى معايا، دوك واش نخدم؟ هذا الثلاثة ننقلها ونخدم عليها هذه فقط، هذا مكان يعني المربع هذاك، معناتها في واحد على الاثنان زائد واحد في اي اثنان زائد الواحد اكس اكس اس اثنان زائد الواحد زائد السي، يحب يقول تساوي ثلاثة في اي دو اكس مكعب على ثلاثة. ها كيفاش تولي؟ دونك اف دو اكس تساوي سينوس كوب مكعب اكس دو اكس بلس سي. لاحظ باللي حاجه سهله سهله يا استاذ، ماكش غلط راك صحيح، ما تهضر معايا ما نهضر معك، اتحقق باش ما تظلوش تقول لي يا استاذ هذيك وكذا وكذا، لانه بزاف فيديوهات ندير امور صحاح ويبقى واحد يعجن واحد يواسي واحد، افهم من بعد واسي فهم صح. دونك هنا ما تقول لي لا اقوش لا ضرب، دونك نتحقق تحقق وتربح هكا ديروا الباكالوريا صح. عندي هاي الاس تاعي صح، الاس تاعي محسوب الان هي ثلاثة في اي فتحة كوسينوس اكس في U دو X اللي هي سينوس X أس ثلاثة ناقص واحد صح، معناتها تساوي ثلاثة كوسينوس X في سينوس كاري X وتساوي F دو X. ولا مكاش هضرة، هذه هي الهضرة. درك واش نديرو؟ نروحو الوحدة اللي هي اف دو اكس تساوي طنجنت كوب اكس في واحد على كوسينوس كاري اكس. مجال التعريف هو ناقص بي على الاثنان حتى البي على الاثنان، ها هو مجال التعريف. علاش في بداية زدنا في الجدول الأول الأول كامل ماشي هذا، في الجدول اللي قبله زدنا هنا لتحت طنجنت صح، معناتها إذا كان عندي الدالة هذه أما عطينها لك يا أخي قلنا طنجنت إكس كذا، البريميتيف تاعها الدالة الأصلية تاعها هي طنجنت إكس، الطنجنت إكس الاشتقاق تاعها هي واحد على كوسينوس كاري اكس، ولا تصيب هذه واحدة من زوج
يعني هذا الخضراء تساوي ذا الحمراء اليمن، يعني متساويين، يعني بالتمارين إما تصيب هذه إما تصيب هذه. طريبيا متفاهمين هنا؟ صح. طريبيا أروحوا درك للطابلو تاعنا للتمرين، شوف معايا مليح. احنا واش نجي ندير؟ نجي هنا، شوفوا مليح، هنا طونجونت. اذا كانت طونجونت اكس هي البريميتيف، هي الداله تاع الاصليه تاع هذه، متفاهمين؟ صح. لا لا، هذه بلوتو، هذه اللي راني دايرها بالازرق هي المشتقه تاع طونجونت اكس، صح. هنا واش نجي ندير؟ نضع كيما مولفين نخدمو، نضع او دو اكس يساوي طونجونت اكس. طريب يعني. معناه المشتقه تاعها اف تاع دو اكس تساوي واحد على كوسينوس كاري اكس. طريب بيان، طريب بيان. هذه واش تكافي؟ هذه تكافي انه اف دو اكس يساوي اي فتحه دي اكس مضروبه في اي دو اكس مكعب. حاب يقول هنا راهي مقلوبه، راهي مكتوبه بالمقلوب. نورمالمون تجي هكا، تجي هكا طونجونت، هذه طونجونت كوب اكس مشتقة مضروبة في نورمالمون هكا تنكتب، صح. هنا راهي مقلوبة لأنه الضرب عندي حق نقلب، صح. هنا هنا عشوا رواحكم، لازم تكون يقلب لك العبارة، صح. إذن هذه واش تكافي؟ أنا كتبناها، إذن اف دو اكس تساوي، واش نجي ندير؟ نختم على هذه فقط. علاش؟ لان هذه المشتقه خاطيني وخاطيها، درك ندير الاصليه. اذا واحد على ان اللي هي اس ثلاثة، ثلاثة زائد واحد في او اس ثلاثة زائد واحد، يعني او دو اكس بالطبع زائد السي، صح. معناتها تساوي او دو اكس اس اربعة على اربعة زائد السي، صح. بيان. حب يقول اف دو اكس دالة الاصلية تساوي طونجونت بويسونس كات، فوالا سور كات، طونجونت دو اكس بويسونس كات سور كات. نجي نتحقق، نهضر معايا ولا نهضر معاك؟ نتحقق اف فتحة لي اكس تساوي، عندنا الاس اللي هو بون، ديروا هذيك الربعة من تحت هكا، عندنا الاس اللي هو ربعة، عندنا لا طونجونت المشتقة تاع طونجونت اكس المشتقة، ومن بعد مضروبة في طونجونت اس ربعة ناقص واحد لي اكس. خير كتعودنا. طريب بيان. يحب يقول اتولي لنا الربعة راحت مع الربعة، طونجونت اكس، طونجونت شوف المشتقة تاع طونجونت اكس، هاي نكتبها لك منا، طونجونت اكس المشتقة تاعها هي تساوي واحد على كوسينوس كاري اكس. طريبي. وعندنا ليه معناتها نقلبو نكتبو كما كانت مكتوبة، طونجونت اكس، عفوا هاكا طونجونت اكس، فوالا كيما كتبوها، في واحد على كوسينوس كاري اكس تساوي اف دو اكس. فوالا نختمو اعزائي الطلبة بهذه العبارة الأخيرة، الدالة الأخيرة اللي هي أسية، اف دو اكس تساوي اسية ناقص 2 اكس في اسية ناقص 2 اكس زائد 2 الكل مكعب. احنا هاي باينة هنا او دو اكس وباين الباقي، اذا واش نجي ندير؟ كالعادة نضع او دو اكس تساوي اسية ناقص 2 اكس زائد 2، صح.
معناه دائما نحوس على المشتقة، معناه اي فتحة اكس المشتقة تاعها تساوي ناقص اثنان في اسية ناقص اثنين اكس. صح، يبقى صح استاذ وهنا هذه ما راهيش كيما هذه. ها فهم روحك. صح انا معك. إذن هذه أعزائي الطلبة ننجمو نكتبوها على الشكل هذا، يعني أسية ناقص 2 إكس تساوي ناقص إي فتحة لإكس على الإثنان. حط هذه على إثنان وشوف واستطيع لك. يعني كنا نحط ناقص اثنان في أسية ناقص اثنين إكس على الاثنان وشو استطيع لك. سيبو صح، والناقص هذا إذن راحت تولي أسية كذا، يولي زائد أسية. متفاهمين؟ صح. أما لا واش نكتبو احنا، معناتها اف دو إكس تاعي اف دو إكس نكتبها على الشكل هذا، f دو x تساوي ناقص u فتحة ل x على الاثنان في u دو x مكعب. خلاص سيب. دونك انا هنا كاين ماهيش مكتوبه استاذ u فتحة ل x في كذا، نعم تساوي ناقص النصف في U فتحة لX في U دو X مكعب. الأخرى راني خرجت واش راني نحوس. صح، درك اللعب وين يكون؟ اللعب يكون على هذا، ننقله كيما راهو ونلعبو على هذه. سي بون. صح، معناتها شوف معايا مليح، نحسبو هذه f دو x دالة الأصلية ناقص النصف ننقله كما راه في واحد على n، n هي ثلاثة زائد واحد مضروبة في u لثلاثة زائد واحد ل x زائد c ضريبي، معناتها تساوي ناقص يعني أن يعني تولي لي لهنا لتحت تولي اثنين في أربعة، ولي أربعة تولي لي ناقص U ل X أس أربعة على ثمانية زائد C. أيوة طيب، يحب يقول F دو X تساوي ناقص U دو X اللي هي أسية ناقص ناقص اثنين X زائد الاثنان أس أربعة على ثمانية زائد السي. نتحقوا ونروحوا نروحوا لأرواحنا، خليها لنا. صح، أنجو نتحقوا أف فتحة لإكس طريبة تساوي عندنا الناقص تاعنا هذا كيبقى هنا ان اللي هي أربعة في المشتقة، في المشتقة تاع هذيك اللي هي صبناها من قبل في ناقص اثنان أسية ناقص اثنين إكس طيب، في U اللي هي أسية ناقص اثنين إكس زائد الاثنان أس أربعة ناقص واحد معناتها أس ثلاثة على الثمانية طيب بيان طريبي. تولي لي تساوي الناقص هذا الناقص ينضرب في هذا الناقص، يعني تولي لي الناقص أربعة في ناقص اثنان تولي لي ثمانية مضروبة في أسية ناقص اثنان إكس مضروبة في أسية ناقص اثنان إكس زائد الاثنان أس
ثلاثة على ثمانية، راحت الثمانية مع ثمانية، ومنه آف فتحة لإكس تساوي أسية ناقص 2 إكس في أسية ناقص 2 إكس زائد الاثنان أس 3 تساوي آف 2 إكس. سيبو أعزائي الطلبة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الربعين دقيقة، يعني تمارين يعني أعطيتكم من كلش. المرة الجاية إن شاء الله ثاني راح نحطوا أعلى الجدول ونزيدوا نعمروه ونديروا أمثلة والشروط ونعمروه ونديروا أمثلة والشروط حتى نكملوا الجدول تاعنا، لأنه هذا اللي راني نديرهم في الأمثلة هم اللي راح نتلاقاو بك في البكالوريا. أعزائي إلى أن ألقاكم في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.